ما هي ضمانة إنه النقاش أو الحوار المستمر في هذه الجلسات تنفذ مخرجاته، إن إحنا نوصل للمرحلة اللي حضرتك جزء بتتكلم عنها؟ مهم جدا من الحوار ده، كنت في رأيي يعني أرى أن المجالس النيابية لازم كانت تكون طرف فيها، لأن هو مين اللي بيحاسب؟ اللي بيحاسب هو المجلس النيابي. المجلس النيابي بغرفتيه والمجالس المحلية التي لم تنشأ، رغم أن الدستور بيقول سكتنا هي اللامركزية. ضروري في سبب طبعا، اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، لكن علينا أن نبحث ليه، إيه هي الأسباب إن إحنا لم نطبق اللامركزية اللي في كل حتة في العالم؟ عشان تطبقيها عايز 20 سنة بس ما خدتيش الخطوات الأولى. وإزاي تضمني أن البرلمان بغرفتيه قادر على المحاسبة في إطار رؤية؟ لأن الرؤية دي معناها أن في استراتيجية كتبت، وأن في KPIs، وأن في مؤشرات لقياس الإنجاز في إطار الرؤية. هذه المؤشرات تبقى في البرلمان، بيجي كل سنة يقول على فكرة بناء على المؤشرات دي كان مفروض ده يتم من سنة، من سنتين، هو ما تمش ليه؟ هل هي الموازنة؟ هل هي الإرادة السياسية؟ هل هو إيه؟ عشان نبقى بنصلح نفسنا وإحنا بنمشي. كل الحلول موجودة، اللي مش موجود هو كفاءة التطبيق واستدامة الرؤية. وبالتالي الحوار الوطني يوصلنا لده؟ طبعا الحوار يضع المسؤولية على أكتاف المسؤولية اللي هم البرلمان والحكومة. البرلمان هو وكيلنا، وكيل المجتمع في حساب الحكومة، والحكومة خادمة الشعب في تطبيق الرؤية. ما ينفعش نغير التايتلز دي، الحكومة هي خادمة الشعب مش هي مالكة الأمور، والبرلمان هو ممثلي في حسابها. الفكرة اللي الناس بتنساها أن الحرية لا تعني الفوضى، الحرية إطارها التزام بالقانون والتزام بتوازن المؤسسات والسلطات. ما ينفعش السلطة التنفيذية تتحكم في السلطة التشريعية أو القضائية، دي سلطة مستقلة، دي سلطة مستقلة، والقضاء سلطة مستقلة، والإعلام سلطة مستقلة.